جاي يكتب عليك عقد عرفي ويدفع لك 250 ألف جنيه، وأنا شوية كده وهبعت أجيب عيلين من بره يشهدوا على العقد. والمصاري حاضر. والعقد جاهز. والعقد ده مكتوب قد إيه؟ مهر ولا مؤخر؟ قد إيه وقت يا أستاذ؟ هذا لا يجوز يا ستينان. عقد النكاح إذا تحددت فيه مدة فسد، وهذا يخالف شرع الله، وأنا ما أحب أخالف شرع الله. خلاص يا أخويا ما تخالفوش، وأنا أضمنك منين؟ مش جايز تستحلاها ولا تخليني أسيب مصر وأجي عندكم؟ هذا ما يصير يا ستينان. أنا عندي عيلة، ثلاث زوجات وتسع أولاد، أنا أبي أجي مصر علشان أروح عن نفسي، ليش أخدك معي؟ خلاص يا أخويا يفتح الله. الله 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 الله، تعالي يا ناني بس اقعدي، خدي بس يا شيخه تعالي. بقول لك ايه يا عزوز، اقفل على الموضوع ده خالص يا اخويا، انا قلبي مش مرتاح. ما تستهدي بالله، امال يا ناني. الله، ليه عند الكريم مليون حل؟ لا مليون ولا مش مليون، انا مش عاجبني اللون من اوله لاخر. ليه بس يا ناني؟ الله، ده الشيخ الوان ده راجل طيب وزي السكر، هيدفع لك 250 الف جنيه. وعلى فكره بقى، انا ممكن اضغط عليه واخليهم لي 300 الف. خلاص يا اخويا، لو عاجبك اتجوزه انت وابقى اعمل له خاص. الصلاة على الصلاة يا ست سوريا، الصلاة على الصلاة. بقى سايبك في مصر كوريا، بقيتي سوريا. ايه ده؟ ايه يا اخ انت اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ انت اللي عاوز ايه؟ انا خطيبها، ما تقولي له يا ست سوريا. ده الاستاذ عماد المحان. اهو انا هفضل في حضن البقف ده كتير؟ سيبه يا اخ، سيب. في ايه؟ في عاوز ايه؟ احنا مش قلعنا الدبل وخلصنا؟ وماله؟ بس يا بت ده في ايه؟ ده احنا طلعنا جامدين قوي، ورينا. ايه ده؟ ها؟ ده احنا طلعنا جامدين يا بت. اخلع من هنا يا كبداك، وانا سايبه مصر كلها عشان تنط لي هنا؟ اخلع مين؟ بقى انا سايب الراجل الكبير وجاي لك وتقولي لي اخلع؟ اخلع مين؟ امال عاوز ايه يعني؟ انا مش عاوز، انتوا اللي عايزين، انت والراجل اللي مشغلك ده. بقول لك ايه؟ استاذ كنتاكي انت، لو في طريقه محترمه اكتر من كده نتكلم. لا كنتاكي ده عند امك في مصر. بس لو عايزين نتكلم باحترام وماله، نتكلم. انت عارفاني محترم، زباله بس محترم. يلا نتكلم باحترام. حاضر يا اخويا. اتفضلوا. يلا. امال كنت عايشه لي في دور عبده موته ليه؟ مساء الاماني يا ست ناني. امشي من وشي السعادة يا طاعون، انا عفاريت الدنيا بتنطط قدامي. اوعى تكوني خليت الشيخ علوان يكتب الكتاب ويعلي الجواب. وانت عرفت الحكايه دي منين؟ عيب، ده انا طاعون اللي يعرف الكتكوت اللي جوه البيضه ذكر ولا انتاي. المهم، النصبايه اتعملت عليكي ولا فكيتي؟ نصبايه ايه؟ امال انت يعني فاكره عزوز بيرمي 4 ملايين كده؟ يعني يعني اللوكلوك مش هينفع هنا. اطلعي غيري هدومك وارمي نفسك في تاكسي وسبقيني على النسكافيه الكبير اللي في اول شارع المنجم، عارفه؟ ربع ساعه وههبق واجيلك، اقول لك على الدور كله وارسيكي، ولو عجبك الدور ابني لك عليه دور تاني ويبقى دوبلكس. يلا يا بنتي يلا اشتري من تعوم، مش هتخسري. صلوا بقى على اللي هيشفع فيكم. المصلحه دي بتاعتي، ها؟ وفلوس مروان دي كلها كانها مكتوبه باسمي في البنك الاهلي، وانا من صغري اللي ينط على لعبتي انط على رقبه ام. يو انت هتاكلهم بالصوت ولا ايه؟ الليله دي مش ليلتك يا كبداكي. وبعدين تعالى هنا، فلوس اللي انت كبشها في عبك دي، ده انت حيلا سواق البيت. سيب الدكتور والاستاذ يشوفوا شغلهم، عايزين نرجع البت، عايزين نطلعها من السجن. البت غلبانه مرميه في مصر. وبعدين بقول لك ايه، انا مش جاي هنا اتخانق معاك على لقمه عشان اكلها منك، انا جاي ارجع الرغيف كله لصاحبته. بص يا ابراهيم، انا هقول لك كلمتين كده بالعقل علشان مصلحتك. لو انت فاكر بطريقتك دي وبحركاتك هتعرف تضحك على مروان تبقى غلطان. يا عم تنيل بقميصك ده، انا مش هعرف اضحك على مروان؟ يعني انت لما تلبس كوريا فستان مفتوح هتوقعه على اسنانه؟ زي ما كوريا قالت لك بالظبط يا ابراهيم، لا احنا جايين نسرق ولا جايين ننصب، احنا جايين نرجع الفلوس لصاحبتها. والنبي يا عم الحاج انت بالذات تسكت خالص، ده انت بالذات مروان معلم عليك مرتين قبل كده، مره لما قلب فلوس الست المحبوسه ومره تانيه لما قلب منك خطيبتك، فما تجيش بقى في اليونان تعمل لي احمد السقا. ابراهيم انت انسان مش محترم. يا عم اسكت بقى وخلي ليلتك ام نجوم بدل ما غيم لك وعتم لك ابوها. استنى بس يا نادر نسمع الراجل بيقول ايه. حكيتكي في ايه؟ بس اسكتي انت كمان، بقول لكم ايه؟ من الاخر كده، المصلحه دي بتاعتي، ها؟ ولو شفت كوريا مع مروان تاني انا هكب جزع المصلحه وتولع بينا كل لا. يو هو في ايه يا ابراهيم؟ نعم. هو انت ناسي لما كنا في مصر وكنت عمال اتخانق معاك عشان تبعد عن الواد طعون والعيال اللي معلم ماشيين في الشمال؟ هو انت جاي كمان هنا تمشي لي في الشمال؟ انت ايه؟ ما بتحرمش؟ حرام عليك يا ابراهيم، عايزين نرجع البت جولي اللي مرميه في السجن دي. حرمت عليك يا عشتي، حرمت عليك يا عشتي، انت لابسالي فستان مفتوح ومشالي مع رجاله ببدل وجاي تتكلمي؟ بس احنا بقى كوريا لينا بلد تلمنا. والله بقى انت مالكش حكم عليا. مش انت كنت شايفني في مصر ناقصني دقن وشنب؟ خلاص يبقى انا حره بقى بكيفي بشوقي اعمل اللي انا عايزاه.
الجزمه في اليونان. لا والمصحف في الجزمه في اليونان. ايه ده احنا في غربه يا ابراهيم. ماشي انا همشي، بس بقول لك يا دكتور، انت عارف خطيبتك فين دلوقتي؟ في المستشفى بتسقط عيل ابن حرام من مروان. انت بجد يا لهوي يا خلي ده مجنون ولا ايه؟ ما فيش بالبدل، لا مؤاخذه مش بالبدل، عارف لو بالبدل كان زمان مندوبين المبيعات ماسكين العالم. الشيخ حلوان ده الست، انا اللي مسلمه العسوس. الراجل اول ما شافك كان عايز لا مؤاخذه يدقلجك، بس عزوز قال له دي مش سكتها، قال له خلاص اتجوز ورمى فيك 600,000 جنيه لعزوز. يا لهوي 600,000 يا نسبتي. امال كان هيلها في كرش 350,000 ويديك انت 250. يا ابن الحراميه يا عزوز يا واطي يا ناقص. تاخدي بقى التقيله ولا اجيب حد يشيل معاكي؟ هو في اكتر من كده يا اخويا؟ الشيخ حلوان ما كانش هيطلع، حوار الشهر جواز ده كان اشتغاله من عزوز. اني سمعتهما، حضرت القعده من اولها لاخرها. عزوز قال له هي مش هتقبل تتجوز على طول، احنا هنشتغلها ونقول لها موضوع الشهر، ووقت ما تبقى على ذمتك ابقى اعمل فيها ما بداله. يا زباله يا عزوز يا عره الرجاله. طب وانا يا اخويا ايش ضمني بقى انك ما بتشتغلنيش؟ فكك من عزوز، وانا هزبطك مع الشيخ واسلمك في ايدك نص مليون جنيه، ولا هفنى 100,000 بلبل، نسيب الكباريه انا وانت، انت تعيشي بالنص مليون وانا اشوف حالي بالعمود. يا سلام، وانا اعمل ايه بقى بالنص مليون جنيه وانا متجوزه الدهول ده وهو مش عاوز يطلقني؟ ويطلقك ليه؟ ده هو هيعيشك برنسيسه البرانيس، ثم لو اتخنقتي منه اقرفيه في عيشته، زهقيه، خليه يقول لك بتبعديني عن حياتك بالملل، وخليتيني اقول خلاص لا مؤاخذه مفيش امل، وساعتها تتطلقي ومعاكي القرشين، افتحي الكباريه بتاعك، هتلاقي تعطع معاكي ممكن اديهولك انا، وابقى اكبر كواد في الوطن العربي كله. خير يا دكتور. ضربات القلب مش منتظمه وهتفضل تحت الملاحظه. ضربات القلب مش منتظمة، ده كل اللي عملته ضربات القلب مش منتظمة. قلبي ايه ده؟ طب ما انا بقول نوديها مستشفى تانية. خلاص يا بابي انا كويسة. انت لازم تخرجي من هنا، انا مش هقف اتفرج عليك. ارجوك يا علاء ارجوك. الحمد لله على السلامة يا ورق العنب. لازم مش كده احسن، لا شايلة ولا جرة ولا بامبرز وحضانات وحضانات. يا حبيبتي اللي زينا مالوش تقطان على الحاجات دي. ها مسجلة ابراهيم كبداكي عندك ايه؟ ابراهيم؟ ها؟ وانا هسجل نمرة ابراهيم عندي ليه؟ اه صحيح، هتسيبيه عندك ليه؟ اه عندك حق، عندك حق. حركة برضه حلوة. كبدة ريستوران. لا برافو. يلا أيوة يلا خدي قولي له إن إحنا مستنيينه عشان يروحنا. يلا ماما يلا بالراحة. طيب الو. ايوه يا ابراهيم. انا جوانا حبيبه قلبي. تعالى للمستشفى عشان ترجعنا على البيت. ايه ده، هو مروان مش عندك ولا ايه؟ ليه ما كلمنيش هو؟ تعالى بس يلا يا ابراهيم ما تتاخرش، احنا مستنيينك. يلا طب تمام، مسافه السكه. سلامات يا نجا حبيبه قلبي. السلام يا ابراهيم. الف سلامه عليك يا ورق العنب. ألف سلامة. بص يا أستاذ هاني، أنا عايزك بكرة الصبح تقدم طلب لرئيس النيابة الكلية وتقول فيه إن حالة هايدي الصحية ما تسمحش إنها تقعد لا في السجن ولا برا السجن، وعايزك كمان تحدد مكان إقامتها هنا على فيلا والدها، وتطلب إنهم يفرجوا عنها بكفالة، خصوصا إنها أثبتت حسن نيتها لما سلمت نفسها. بس ما أعتقدش مستشفى السجن هتطلع تقرير بكده. قدم أنت بس الطلب وأنا هجيب لك التقرير. ريا يا أستاذ هاني، أنت محامي بتاعنا ولا بتاع المستشفى؟ ده الأستاذ نادر بيقول فيك شعر. طيب هقوم أنا بقى دلوقتي، لما تقدم الطلب ويطلبوا منك التقرير يبقى كلمني. بصوا بقى، الواد ده فاكر نفسه صايع وهيعرف يضحك على واحد زي مروان. بس ما تستهونش بيه قوي كده، كبدك جن برضك، ولو قشط مروان قبلينا البت جول مش تطلع في سنانها السود. أنا شايف إنه إنسان حقير ولازم نخلص منه، نديله قرشين ونبعده عن مروان.
بدل ما يبوظ لنا كل حاجة. يو طب انت بتشتمه ليه دلوقت؟ ليه بتشتمه في غيابه يعني؟ اما يبقى في وشك بقى اشتمه براحتك. كبدك ناقص لكن جدع برضه. والنبي اهدوا علينا بس انتوا الاثنين، خلونا نفكر في طريقة نجيب الواد ده في صفنا، نديله قرشين ونبعده عن مروان خالص. وليه نبعده؟ اسمعوا مني بس، انتوا هدوهولي وانا استفرد بيه ونديله قرشين، ساعتها هيبقى معانا. مش هو بيشتغل سواق لمروان؟ اهو برضك يبقى عين عليه. وبعدين الواد كبدك ناقص لكن ما يبعش كوريا ابدا. بعد كل اللي قاله انا مش فاهم بتحب ايه في البلطجي ده. يو ايه النفسيه دي؟ كوريا الواد ده احنا لو اتفقنا معاه تضمنيه؟ كبدكي